عسلامة ومرحبا بكم. اليوم فطوري أنا إنجارة في بعض المناطق يسميوها رشطة، في تونس العاصمة يسميوها رشطة، في الوزارة تسميوها إنجارة. تبدأ هكا مزيانة، هي معمولة من السميد، تبدأ جيدة جيدة جيدة، تجي حارة وتجي زدا حلوة. انا عندي نجرة، عندي التفاح، عندي ثوم، عندي قرنفل، عندي قرفة، عندي رند، عندي مغرفة ونصف طماطم، عندي تقريبا مغرفتين هريسة عادي متاعنا، عندي حمص، عندي خضرة، خضرة شتوية، عندي سفناليا، عندي خرشف، عندي بسباس، حطيت البسباس، عندي بصل أخضر، عندي لفت، عندي بطاطا، عندنا فلفل. التوليفة متاع الخضرة هذه بنينة مع بعضها تجي تعطينا مرقة بنينة. وعندي لحم الدجاج، هنا اللي يحب الدجاج، اللي يحب اللحم بقري، اللي يحب اللحم معلوش، هو وش عنده. للفاح عندي فلفل أكحل، عندي كركم، عندي قرفة ملحية، عندي ملح. نبدأ وإن شاء الله. أنا نجارة هدية حطيت لها ثلاثة مغارف زيت، تستحق أنا كيلو هدية تستحق ثلاثة مغارف زيت باش نفوحها كالعادة، خاطر أنا نفوح ماكلتي نفوحها كالعادة، باش نحط لها نصف الفراخ ومن بعد كي نفورها ونكمل نحط لها البقية. باش نحط لها نصف مغرفة فلفل أكحل هكا، نصف مغرفة كركم، نصف مغرفة قرفة، ونخلطها في بعضها. الملح بطبيعته هو معجونة فيها الملح، خلطها هكا حتى يدخل فيها كل فيها. من بعد باش نحطها ان شاء الله في الكسكاس نفورها. اما توا ان شاء الله باش نبداو نحطوا، حطيت الزيت في الطنجره باش نبداو نحطوا اللحم وبقيه المكونات خطوه بخطوه مع بعضنا. هذا فطوري انا ان شاء الله اليوم حبيت نطيبه انا وياكم، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تجربوه تستمتعوا به. حطينا في الطنجره شويه زيت سخن شويه، توا باش نحط الدجاج، نحطو يتقلى باش تنقى الريحة القوية نتاع الدجاج اللي فيه. توا قلى دجاجنا مزيانتين، نفوقوهم شوية تتنكهر كل واحدة كمية تاع اللحم اللي حطيتها والرغبة نتاعها. أنا حطيت مغرفة هكا شوية، خاطر عندي الخضرة نفوحها زادا. هذايا توا باش نحط خضرتنا تتقلى مع الدجاج، تشرب مطعم الدجاج تحط لك. نبداو ديما بالحاجة الصحيحة من الفرشة، هذا الفرشة نتاعنا نبداو بالنور. السفناليا أنا ما قسيتهاش على اثنين، باش تطيب هي وتجي قد وقت. هذه بتاعة البطاطا، هذا اللفت يحمل التقسيم، هذا البصل بتاعنا، عندنا بصل دخلة خفيفة، نار أقل من متوسطة شوية باش الخضرة تفرمناها وتاخد تاخد على الجو. أنا حطيت معها البسباس يجي معاه، توا عندنا موجود يجي معاه البسباس يجي بنين. توا نغطيه
وخليه يتقلب مع الحمص والكمون. نضغط بس في الباقي بعد. توا الخضرة قليت مع الحمص والكحل والزيت شربت المطعم البنين تاع الحمص. توا باش نملكو بالماء السخون باش من بعد نفور عليه المجارة ولا باش هي فسحة. هذا الماء سخون نغطيه الخضرة هكايا نغطيوها منملقوش ياسر ياسر خاطر الدجاج في ساعتي ونحطو من بعد كي تغلي شوية تزيد شوية هكا تسخن شوية باش نحطو التفاح. الطنجرة متاعنا وصلت للمرحلة هذيا نحطو ورق الرند كمية باهية رند نحط قرفة نحط عود قرنفل نحط الثوم ونحط الهريسة الطماطم إن شاء الله نحطوها بعد نحطو هاش توا نخليهم هكا مع بعضهم ياخدو المطعم تاع بعضهم يبنولنا المرقة تفاح زمني وبنجي يعطينا مطعم بنين. توا المرقة هذه نفوروا عليها الرشتة ولا النجارة بتاعنا كيما احنا نسميوه وان شاء الله نشوفوها بعد بل من نهبط شوية يعني بل من نقفلوا على الطنجرة وفورت لنا الرشتة باش تحطوا الطماطم ما نساوش الطماطم. هنا انا ما حطيتش ملح خاطر الهريسة متاعي ملحة يكفيني في الطعم في ماكلتي في طنجرتي هذه الهريسة اللي حطيتها فيها الملح ما يكفيني ويكفي الخضر اللي عندي ما تجينيش مسوسة تجيني ديما باهية. توا باش نحط فور النجرة على المرق نحطو زادة الحمص نصف طاطين طنجرتنا خضرتنا طابت نصف طاطيب مرقتنا هكا وصلت للمستوى هذي. طبعا نحط مغرفة ونص نصف الطماطم تاعنا نقلبها هكا هي تاخذ المطعم نتاع الفاح والخضرة وتبدل لنا المرقة بل من نهبطوها دقيقتين ثلاثة نحطو كرينة الفلفل ومن بعد نشوفو طنجرتنا. أنا ديجا فورت النجارة باش نحط نكمل لها الفاحة ونخليها تبرد لاسوس نتاعها اللي النجارة ما تكونش سخونة المرقة سخونة كنا نجارة فورناها على المرقة وخليناها تبرد. تو أنا باش نمشي نكمل الفاحة ونخليها تبرد نكمل نطيب طنجرتي. هذه مرقتنا نتاع النجارة نتاعنا طابت هذه قدامها هذا الفلفل هذه خضرتنا لونها مزيان مطعمها بنين ان شاء الله باش نسقيو بها نجارتنا اللي فورتها شوفوا لونها ذهبي محلاه زدت عملت لها رابيل بشويه كركم وفلفل اكحل وقرفه فاحيانا هذايا اللي تحب تفوح كيفيانا تفوح وتذوق وتقولي. خليتها تبرد لاسوس نتاعها كي نفوروها تتفور فيسع خاطر هي مفوره من قبل نحطها في صحفه في شقاله في اللي عندك وخليها
تبرد نغطيها الساعة باش تاخذ طعم النفاح اللي حطيته، ومن بعد نحي منها الغطاء خليها تبرد. شنو لاصوص اللي فيها؟ كي تبدا سخونه ونسقيوها ونجيو نخلطوها تتكسر، اما كي تبرد تشرب في عقلها، يبدا المرقه تبدا المرقه سخونه تشرب في عقلها وما تتكسرش هكايا، تبدا باهيه طويله هكايا مزيانه. توا باش نسقيوها باليدين كالعاده، انا ديما صفي اليدين هكايا. علاش؟ باش الكعبه تتغلف بالزيت بالمرقه نتاع اليدين نتاع الطنجره والفاح، وتقعد تلمع. كي نحطو في الصحن راهو حاجه مزيانه. طيب انا باش نكمل نسقيها، نسقيوهاش ياسر، ما تحبش برشا المرقه، المرقه ما تكونش نتاعها خفيفه، ما تكونش نتاعها خفيفه ولا ثقيله، تكون ما بين البينين. انا توا باش نكمل نسقيها ونخليها ترتاح تشرب شويه، ومن بعد نراوها ان شاء الله في صحن التقديم. مزيانه وخفيفه هذه سلطتنا. انا قصيت البسباس على الشكل هذايا، فاحنا كان قارص، خل، فلفل اكحل، ملح وزيت، قصيت معهم شويه كبار هكا في وسط الخليط، خلطتهم مليح، صبيتهم على البسباس والبصل اللي قصيته في الصحفه، خلطت من بعد قصيت المعدنوس بعد ما صبيت الخليط، باش يقعد لنا المعدنوس هكا حي ولونه مزيان. شرب الفاح زينته في الصحن كبات زيتو. هذا فطورنا، هذه سلطتنا، وهذا فطورنا. نفطروا مع بعضنا، صحة وشفاء ليكم.